حازت شركة بينت البحرين على جائزة أفضل بنية تحتية لشبكات الألياف البصرية الفايبر في قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات لعام 2022. نعم حيث تأتي هذه الجائزة لتؤكد ريادة بينت البحرين في تطوير وإدارة البنية التحتية للألياف البصرية الفايبر في مملكة البحرين وفقاً لأهم الممارسات والمعايير العالمية، هذا وشهد الربع الأخير من العام الجاري نجاحات كبيرة على كافة المستويات للشركة، وكانت بينت البحرين قد منحت شهادة اعتماد في تسريع نمو شبكه النطاق العريض في مملكه البحرين من قبل شركه اوكلا مؤخرا الى جانب فوزها بجائزه الشرق الاوسط للتميز في البنيه التحتيه للاتصالات